شكرا، بارك الله فيك، مشكورين على الاستضافة ومشكورين على اهتمامكم بالهيكل وبالنادي الرياضي الصفاقسي. وانا بصراحة حتى كي تفوتني حاجة في اخبار النادي نتبع صفاقسيان بونيت، بارك الله عليكم. انا عايز والله باش نجمو نعملو تقييم لازم نعرفو الظروف اللي طلع فيها المكتب وشنو اللي يلقاه باش يخدم فيه. بصراحة كي طلعنا نلقاو انه فما العلاقة شوية طوندو بين هيئة سوسيوس وبين المكتب التنفيذي للسوسيوس وبين الهيئة العليا للدعم، لو كورونو باسي با معناها بصراحة. فحاولنا انه نقعدوا معاهم مع سي بسام لوكيل ومع سي لطفي عبد الناظر وحاولنا نتفاهموا ونقربوا وجهات النظر ونوضحوا لهم انه احنا النية الوحيدة متاعنا هي خدمة النادي ومصالح النادي. فوقتها بدأت تحسن الوضعية، فما إشكالات وفما توضيح لازم يكون العباد تعرفوا، لأنه سمعت برشا ناس تتسائل على وين السوسيوس عام 2016. وفات عام 2015 أنا في دوز انفستيسمون كبار ياسر، نحكيو على دوزيام طونش دي بانو ليد ونحكيو على البوس الحفلة. هذوما لي دو انفستيسمون الكبار بخلف السي اس اس لايف اللي هي زادة انفستيسمون محترم نقولوا احنا. ف بالنسبة اللي بتاتر برشا الناس ما يعرفوهاش انه لي بانو ليد راهم خلصوا في 2016، معناها سور دي ترونش بقرض من البنكة، معناها مخلصين مثلا في 2016 220 مليون على لي بانو ليد دوزيام ترونش. تشوفوا تو ملعب طيب المهيري تبارك الله كامل باللي بانو ليد، هذاك خلص السنة ومازالوا اقساط حتى في 2017، مش برشا 3 أو 4 اقساط، مش حاجة كبيرة، لكن هذا التوضيح لازم لانه برشا ناس تسألت على السوسيوس ويني عملناه ولعملنا دوز انفستيسمون كبار، السنة ما نجمناش نزيدو نعملو انفستيسمون بنفس الحجم. زاد السنة صلحنا الملاعب نتاع الكومبلكس اللي يتمرنوا فيهم الشبان، تكلفوا علينا 30,000 دينار، فما الاشتراكات 42,000 دينار أكثر من هكا، فما تعرفوا فعنا إدارة تخدم وكل، فهذه الفلوس وين كانت ماشية؟ لأنه برشا عباد تسألت ومهم أنه يكون فما توضيح. وفما عائق ثالث معناها واجهه المكتب بصراحة، أنه بعد تقريب بعض الأسابيع اللي تم انتخابه وكل بعد الجلسة العامة حصل شغور في إدارة متاع الهيكل، المدير متاع الإدارة خرج وقينا رواحنا إدارة بلاش مدير، فما نقص في الموارد البشرية يأثر على العمل متاع الإدارة. احنا في الظروف هذه الكل ونقص المال والظروف تقريبا العباد كل تعرفها سورتو المقربين من هيكل، قررنا انه ناخذ وقتنا ناخذ راحتنا. معروف انه باش يتسائلوا بعض الناس يقولوا وين هم، مش قاعدين يخدموا مش ظاهرين، مي اونترطون نخدموا دون لي كوليس، احنا ما نسيبوش الهيكل متاعنا. وقتها بحثنا وقتها على مدير للإدارة متاعنا موجود اليوم على رأسها ان بون سي في، قاعدين فما ان اورغانيغرام نتبعوا فيه، قاعدين نتدبوا في دي كوميرسيو تو، قاعدين عاديو في لي زونترتيان، فما إدارة باش تولي، فما اون ايكيب كوميرسيال للإدارة متاعنا، الادمينستراسيون زادة اللي تخدم في الهيكل في الكومبلكس باش تم تدعيمها، ربما إذا الظروف المادية تسمح نخموا انه نتوسعوا شويه في الاداره، لانه اليوم المكان تاع الامل المكان تاع العمل ياثر حتى على المردود نتاع العباد اللي تخدم في الهيكل، ونجم نقدموا خدمات احسن للمنخرطين. فهذه نقطه مهمه برشا خدمنا عليها السنه، انه ما فماش مشاريع كبرى لكن نعتبروا انه الادمنستراسيون الاداره نتاع السوسيوس مشروع محترم، وان شاء الله الخدمة باش تبدأ توا باش تعطي أكلها. هذه من ناحية الإدارة. فما حوايج أخرين بالنسبة للمنخرطين، حاولنا أنه في العام هذايا نكثروا شوية في الامتيازات اللي يتمتعوا بها المنخرطين، لأنه الريكونيسونس مهم، أنه المنخرط تعطيك 15,000 في الشهر مش مبلغ كبير، لكن يلزمنا نعترفوا بالجميل متاعه. فشفتوا اليوم السناب مثلا في الكومبان دي زابونمون السوسيوس بالنسبه للفيراج غرادان ياخذ ياخذ لابونمون تاعو بالتقسيط وارخص، معناتها الناس يشريوه ب 80 دينار السوسيوس يشريه ب 70 دينار وعلى الاقساط كل شهر 10,000، معناتها ما فماش مخير من هكا. بالنسبه للشاز 220 دينار اوليو دو 250 دينار، ويدفعوا على 4 شهر معناتها 55 دينار في الشهر.
فهذا من ناحيه. شفتوا في رمضان عملنا دي تورنوا دو تنس بور لي سوسيوس، عملنا دي في باريس عملوا الخيال مشكورين عملوا دي تورنوا دو بلاي ستيشن، سي امبورطون لعبات تتلمد مع بعضها. صاروا معناتها اون غرو انه نحاولوا السوسيوس ليغا بروشينمون باش ترجع في صفاقس وفي تونس ان شاء الله، معناتها من هوني اسبوع اسبوعين على اقصى تقدير تبداو يلعبوا لعبات. فحاولنا انه نرجعوا لي زافونتاج، نقربوا اكثر الناس، يحاولوا يقربوا اكثر للهيكل نتاعهم. واهم افونتاج قعدنا نخدموا عليه اللي هو اعاده احياء لو جيد دي بارتنير. فما الناس ما يعرفوش الجيد دي بارتنير، اون فيت هو ان بتي ليفري فيه لي بارتنير نتاع ستركتور سوسيوس. لي بارتنير هذوما يوفروا لنا للمنخرطين امتيازات. اتيتر دي اكزامبل، تمشي تشري دبش من حانوت، بما انك سوسيوس تمد لكارت نتاعك تاخذ 20% تخفيض مثلا. فما عده شركات ما نحبش نذكر الاسم لانه حتى تمضى العقود، تفهمنا معاهم كل شيء حاضر قدره ربي، نمضي معاهم لي كونفونسيون والعقود اللازمه ويخرج الجيد دي بارتنير للعباد اللي باش يكون فيه ديزافونتاج كبار وكبار ياسر ان شاء الله، وباش نسهلوا طريقة استعماله. فغدوة إن شاء الله مثلا إنسان يحب يسافر ببروسيدور سهلة، ياخذ بتاتر تخفيضات من شركة طيران ب 20-25%، ديزافونتاج في الباجاج. أتيتر ديكزامبل، معناها راهو الأمثلة برشا في مساحات، في ملابس الجاهزة، في العطورات، في غيره. تو نوصلوا له هذايا، تو نعلنوه للمنخرطين تاعنا إن شاء الله. وهذايا لو بوت أنه المنخرط يدفع 15,000 في الشهر، 180 دينار في الشهر بالنسبة للعباد اللي تخدم، ويربح أكثر من المبلغ اللي يدفعه. معناها تولي صفقة رابحة، تجارة رابحة السوسيوس. معاش منخرط يعطي دعم ونان بتاتر ياخذ ريزيرفاسيون بيي ولا ديزافونتاج أكبر من هكا، ديزافونتاج حتى على الناحية المادية. إن شاء الله كما قلت لك هذايا في القريب العاجل باش نخرجوه للعباد وباش نعلموهم باللي بارتنير جدد نتاعنا باش يتمتعوا بالامتيازات هذيا. بالنسبة للكوميونيكاسيون مع المنخرطين، صحيح انه فما نقص واحنا واعيين، وتعرف انه كما قلت لك الفترة الأولى برشا منا بصراحة كنا نفهموا في كومون سا سودير وكومون سا سباس في الستركتور وناخذوا لي روبير نتاعنا. زيد على هذا لازم نكونوا واضحين انه باش تكون في الكوميونيكاسيون متواصل ديما مع المنخرطين نتاعك لازم تكون عندك إدارة قادرة ان هي تعاونك في العمل هذايا. اليوم السوسيوس كهيكل تطور برشا، لكن او نيفو دي ريسورس هيومن ما تطورش. معناها اليوم يفودري ميو يكون عندنا ناس مختصين يتواصلوا، مش اعضاء المكتب هما اللي يتواصلوا، لانه مش ممكن قدا باش نجم يتواصل. نجم يظهر في اذاعه، في تلفزه، في ما ينجمش كل يوم يعطي من وقته ويتواصل مع المنخرطين. دونك ان شاء الله احنا النقطه هذه حاطينها في بالنا، وقت اللي تتوفر الفرصه انه ندعموا الإدارة متاعنا بناس اللي تنجم تكون مختصة في تتواصل مع المنخرطين على ريزو سوسيو ولا أي حاجة، احنا مش باش نبخلوا، بالعكس احنا الهدف متاعنا انه نقربوا للناس، انه الناس تاخذ المعلومة كما هي تحبها، باش لانه الهيكل قائم على المصداقية، واحنا واعيين بالشيء هذا. وان شاء الله النقطة هذه كما عدة نقاط اخرين احنا نخدموا باش نحسنوهم. واللي دو توت فاسون اللي ما عندوش نقايص معناتها ما يشوفش روحه، راهو معناتها ماهوش قاعد يقدم. احنا قاعدين نقدموا، النقايص باش تظهر. احنا كل مره احنا ولا اللي باش يجي بعدنا ما فيش حتى شك، خاطر فما كونتينيتي في السوسيوس، ان شاء الله هما ياخذوا اللي بعدنا. ديما تقعد فما التواصل في العباد كل تصلح على اللي فاتوها، احنا ان شاء الله نصلحوا على اللي سبقونا، واللي يجيو بعدنا يصلحوا لنا غلطنا، وهكا كيفاش نجموا نتقدموا. دو فاسون بالنسبة لرئاسة الهيكل، هي كل عام في الاجتماع الأول المكتب التنفيذي الجديد اللي يخرجوا، تعرف السنة باش يخرجوا أربعة ويطلعوا أربعة جدد، معناتها ثلث المكتب يتغير. فهذا الحديث سابق الأوانه، المكتب الجديد هو اللي من حقه يقرر شكون يكون رئيسه. معناها بالنسبة لنا هذا الحديث يتجاوز حتى صلاحية المكتب الحالي بصراحة، ما نجموش، يلزم يطلع المكتب جديد وهو اللي قرر شكون رئيس نتاعو. احنا التوضيح، هي المعلومه خرجت وظهرت في الاذاعات وغيره، لكن يلزم نحب نوضحوا نقطه انه باش نعملوا قدره ربي فما عده مشاريع جايه. فما المشاريع الصغرى اللي ما هماش انيجليجي، اللي هما مشاريع مهمه. نعطيو اكزامبل، عملناو السي اس اس لايف
هو مشروع مهم تكلفته مش كبيره لكنه مشروع مهم وما كان اول جمعيه في تونس تعمل. واحنا نحبوا ديما نسبقوا احنا الاولين نعملوا الحوايج في 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 بلادنا ان شاء الله وحتى في افريقيا علاش لا. دونك فما مشاريع صغرى اللي هي مشاريع قديمه مطروحه على المكاتب التنفيذيه السابقه، ووقت اللي تتوفر الظروف اللازمه ولا الامكانيات الماديه اللازمه احنا نقوموا بانجازها. على سبيل الذكر فما لي بانو فوتوفولتايك في المركب اللي نجموا يربحوا النادي برشا فلوس برشا مصاريف، فما سمارت ستاديوم اللي يعطي كونيكسيون او دي بي في استاد اللي هي زاده مشروع ممكن برشا نجموا نقدموا فيه تعرف حتى يسهل عمل الصحفيين كيفكم انتم معناها. فما المشاريع الصغرى هذه اللي نجموا نخدموا عليها ونجموا نحققوها في مدى قصير هذا قريب به. فما مشاريع ما نقولوش مدى بعيد هات نبداو فما دزوز مشاريع احنا نتمناو كمكتب حالي انه نسهلوا لهم ظروف نتاع انجازهم ولما لا نبداو في انجازهم. المشروع الاول اللي هو سيسيس كوفي واللي بصراحه الفكره الاولى اقترحوها معناها انت ساعه تحكي لي على التواصل اول ما طرحت الفكره في الكافيه معناها نتاع في الفيسبوك طرحت الفكره ما نحبش نسمي شخص باش معناتها ما يبداش هو من بعديك على اصحابه يبمبي لكن هي طرحت ومن بعديك المكتب اخذها ودارسها مع بعض المنخرطين المقربين للهيكل وشفنا انه نجموا نعملوا ان كافيه مودرن كما موجود في الاوروب يكون فيه ان ستيل ديفيرون من اللي موجود في تونس في مقر النادي ولا خارج؟ لا خارج مقر النادي ما ينجموش يكون في مقر بوتيتر في وقت لاحق توا نحكيو عليه سي خارج مقر النادي ويكون فيه المقهى هذايا ان كوان مثلا للشوبينغ فيه دي جاجات نتاع النادي الرياضي صفاقسي فيه لي برودوي وغيره كيما اللي موجودين في البوتيك بوتيتر دي برودوي جدد بوتيتر غدوة تنجم تصير ماسكوت ونجمو نخرجوا دي برودوي جدد دي فيغورين دي بورتوكلي حوايج اللي المنخرطين بصراحة ومحبين النادي الرياضي صفاقسي بصفة عامة يلوجوا عليها ويحبوها. هذايا بالنسبة للمشروع الأول اللي هو القهوة. به الكافيه سوسيوس هذايا سيسيس كوفي ليدي اي انو نخلقو موديل احنا اون سوكيب دو ساجيستيون بوتيتر في مرحله اولى ولو احنا مازلنا في الدراسه ما نجموش نعطي اكثر معطيات لكن لو بوت انو نخلقوا موديل ومن بعد هذاك الموديل نجمو نبيعوه فرانشيز معناها اليوم نبداو بسي اس اس كوفي غدوه نجمو بعد عام نوليو 10 معناها فينالمون على قد ما تكون العباد اللي تحب تنفيستي في الدومين هذايا موجوده وتحط فلوسها ويعجبها الكونسيبت فهذه الفكره معناها انه نخلقوا ان موديل دو كافيه من بعد كان بيعوه فرانشيز وبالطبيعه المداخيل كلها تمشي النادي الرياضي صفاقسي معناها ما فما حتى شك. بالنسبه للمشروع الثاني هو راهو مشروع وهذه ناكد عليه راهو اكبر من طاقه الهيكل انه ينجزه وحده. هذا في حد ذاته تحدي. هذا في حد ذاته تحدي. نفهم الناس اللي ما فهمتش دو كوا يساجي وشنو هي الفكره نتاعنا. اون فيت لو بوت انه في العباد كل عندها حلم في صفاقس وهذا في بالي سورتو المقربين من النادي تعرفوا انه يكون عندنا ان بارك داتراكسيون ولا دو لوازير باسم النادي الرياضي صفاقسي. كما في عديد الدول الاخرى. كما في عديد البلدان الاخرى. العربيه. عربيه ولا اوروبيه ولا غيرها. باهي لو بارك داتراكسيون هذا حسب التصور نتاعنا اللي احنا باش نعطيوه اسم سي سي سيتي مبدئيا. سي سي سيتي هذه يكون فيها دي بارك اكواتيك. يكونوا فيها دي تيران دو فوتبول يكونوا فيها دي تيران دو فولي دو باسكيت دي كور دو تنس بوتيتر ميم دي سونتر كولتوريل دي معناتها دي بلايص وين ياكل تاكل العباد دي بيتزاريا ونادي معناتها توت ان كلوب كل ما ينجم يتوجد في الكلوب وفما مكان كما قلت لك ملعب معشب كبير للاعبين وفيه دي بنجالو يسكنوا فيه اللاعبين غدوه نتاع النادي الرياضي صفاقسي في تبدا بلاصه فيها الهدوء وفيها معناتها اللي اللاعب ينجم يركز فيها. البروجي هذا نحكيو على مشروع ضخم جدا وما تنجمش الهيكل اليوم بمداخيله يتحمل وحده. الهدف انه احنا نعملوا الانيسياسيون نشوفوا ان تيران قاعدين نلوجوا نشوفوا قاعدين اتصلنا بارشيتكت معناها ان ارشيتكت واتصلنا بمكتب دراسات باش يعمل ايتيود دو فوزابيليتي اي دو رونتابيليتي. المشروع هذا باش نتقدموا به للهيئه المديره تاع النادي الرياضي صفاقسي ونتمناو انه نلقاو الدعم من الهيئه المديره ومن لجنه الدعم
وقتها يولي كل شيء سهل، لانه تعرف راهي من الاول الفكره تبدا صعيبه والعباد تغزر وتوهق، ما تقول لك شيش كيفاش باش نجم نعمل مشروع هكا، لكن الخطوه الاولى هي الاصعب، ومره الاولى نسبقوا احنا ونسهلوا ونمهدوا الطريق للعباد من بعديك باش المشروع هذايا يرى النور كما نقولوا. واحنا كهيكل بنحاولوا انه يكون للمنخرطين نتاع السوسيوس ديزافونتاج، لانه مش احنا هما الفلوس نتاعهم هي اللي باش تصنع المشروع هذايا وهي اللي باش تعطي الفكره وهي اللي باش تمولها، هما بالطبيعه يكون لهم عندهم ديزافونتاج. مثلا سي فراس يمشي يعمل غطسه في التوبوغون، هو يعملها سوسيوس ب 10,000 وصاحبه ب 30,000 مثلا، تيتر ديكزامبل، فهمت؟ فديزافونتاج من النوع هذايا للي سوسيوس. دونك الفكره الملخص انه راهو مش باش نقوموا بالانجاز مباشره، احنا نعملوا ليتود دو فيزابيليتي، ايتود دو رونتابيليتي، نحضروا الماكيت، الماكيت تعرف ماكيت ما نقولوش 3 دي نتاعك، ماكيت تونجيبل معناها مصنوعه قدامك هكا تبدا، فهمت؟ المشروع هذاك من بعديك طرق انجاز، وفما طرق متعدده، احنا نختاروا الامثل مع الهيئه المديره للنادي الرياضي صفاقسي ومع الهيئه العليا للدعم. ولا فما حاجه اخرى كان ما عندكمش نلقاو الدعم؟ شوف لا احنا ما نحبوا نخدموا الا بالتوافق مع الهيئه المديره والهيئه العليا للدعم، ما يصيرش، لانه راهو اذا مشروع مش يدين الكل تهبط فيه المشروع ما ينجحش، دونك قدره ربي احنا متواسمين فيهم خير، كيما احنا نحبوا مصلحه النادي هما راهم يحبوا مصلحه النادي، والبروجي هذايا راهو باش يدخل فلوس للنادي الرياضي صفاقسي، فما نتخيلش انا انه الهيئه المديره ما تتبعناش وما تساندناش، بالعكس معناها احنا بقدره ربي متاكدين انه باش نكونوا متفاهمين على المشروع هذا، يكفي انه نتشاوروا فيه ونتفقوا على التفاصيل ونتقدموا في الانجاز ان شاء الله.